أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 24، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كما ألفنا أن كل الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا يجب أن تشعر بداهة أنك معني بها، وكأن الله عز وجل يقول: يا من آمنت بي، يا من آمنت بي واحداً وكاملاً، يا من آمنت بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلة، يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت بعلمي، يا من آمنت برحمتي، يا من آمنت بقدرتي، يا من آمنت بغناي، افعل كذا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، كأن الله يقول: استجيبوا لله في قرآنه بكليات الدين، واستجيبوا لرسوله بأحاديثه في تفاصيل الدين. فالقرآن مجمل والسنة مفصلة. يعني للتقريب، إنسان غاب عن المدرسة 15 يوماً ففصل، والد هذا الطالب استشار محامياً: هل بالإمكان أن يعترض على هذا القرار؟ فالمحامي المبتدئ قرأ الدستور كله، فلم يجد أنه إذا غاب الطالب عن مدرسته 15 يوماً يفصل. فلما سأل محامياً آخر قال له: الدستور أعطى وزير التربية صلاحية وضع تعليمات، فلو رجعت إلى التعليمات التي أصدرها وزير التربية في شأن النظام الداخلي للمدارس تجد أنه الذي يغيب عن الصف 15 يوماً يفصل. هذا المثل للتقريب. القرآن الكريم كالدستور، أما السنة كالقوانين. القوانين تفسر وتعطي جزئيات والحيثيات والحالات الخاصة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بالمناسبة، حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية لها علة. ما علة الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذاً الأمة الإسلامية التي استجابت لله عز وجل هي الأمة الخيرة. علة خيريتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحينما يأتي في آخر الزمان أناس لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر،
فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: أو كائن ذلك؟ يعني معقول أن يأتي في آخر الزمان مسلمون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأشد منه سيكون. عجبوا أكثر، وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ ففي أمة الإسلام، دققوا الآن، إن لم نأمر بالمعروف أو لم ننهى عن المنكر أو أمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف أو أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، يعني الذي يحصل مالاً حراماً وفيراً يحل به مشكلاته يسمى عند المنحرفين شاطراً، والذي ينافق لجميع الجهات يسمى عند الشاردين لبقاً مرناً، وكل النقائص والأخطاء الكبيرة التي هي أصل في هذا الدين لها اسم آخر، يعني الفتاة المتبذلة التي تعرض كل مفاتنها في الطريق تسمى باسم أجنبي سبور، هي فتاة سبور، كأنه مدح، مع أن الحقيقة إنها تخالف منهج الله عز وجل. لذلك إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، إذا لم يأمر الناس بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بل إذا أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، بل إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، هذه الأمة بكل جرأة ليست خير أمة أخرجت للناس، إنها أمة كأية أمة شردت عن الله عز وجل. الدليل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. استنبط العلماء أن الله لا يعذب أحبابه، بمعنى أنهم لو أحبوه حقيقة لما عذبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وهذه نقيس عليها المسلمين، فإذا قال المسلمون نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الأمة المختارة، نحن خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم، رد الإلهي جاهز. ما الرد الإلهي؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، والحقيقة بل أنتم بشر ممن خلق. المعنى الثاني: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة فينا، مستحيل وألف ألف مستحيل أن نعذب. أما وقد نعذب، هذا دليل أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطبقاً في حياتنا. لذلك اضطر العلماء أن يقسموا أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمتين، إلى أمة التبليغ وإلى أمة الاستجابة. فالمسلم الذي استجاب لله وللرسول حينما دعاه الله لحياة تليق بكرامة الإنسان، هذا الذي استجاب داخل في أمة الاستجابة، والذي لم يستجب داخل في أمة التبليغ. أمة التبليغ ليس لها أي
ميزة عند الله إطلاقا. والدليل قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أنا لا أريد أن تتوهم لمجرد انتمائنا إلى رسول الله نحن متفوقون أبدا. المتفوق هو الذي يتبع النبي الكريم. ما دام ما في اتباع كل الوعود الإلهية معطلة. كيف؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أين النصر؟ وإن جندنا لهم الغالبون. أين الغلبة؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. أين التمكين؟ الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين الأمن؟ لا أمن ولا تمكين ولا استخلاف ولا نصر. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هناك حياتان، حياة هذا الجسم الحي يشعر، يجوع، يعطش، يشعر بالحر، بالقر، يخاف، هذه المشاعر علامة حياته، بيتحرك وهذه الحركة علامة حياته، شعوره وحركته تؤكدان حياة جسمه. لكن إن لم يعرف ربه فهو ميت، وما أنت بمسمع من في القبور. يقصد بهم الكافرين، أموات غير أحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إذاً في عندنا حياة أخرى، يعني إنسان يأكل ويشرب كالبهائم، همه بطنه وفرجه. وأنا أفهم أحياناً قوله تعالى عندما مسخ الله اليهود إلى قرد وخنازير، يعني القرد همه بطنه والخنزير همه فرجه. فالإنسان لمجرد أن يكون همه الأول فرجه وبطنه فهو قرد وخنزير، وقد مسخ قرداً وخنزيراً. أما أنت مؤمن، لماذا أنت في الدنيا؟ لماذا جاء الله بك إلى الدنيا؟ ما المهمة التي أنيطت بك في الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ أين كنت قبل الموت؟ ما العمل الذي ينبغي أن تفعله في الدنيا؟ هذا الذي عرف الله، عرف أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى، عرف حكمته، عرف رحمته، عرف قدرته، عرف حلمه، عرف بطشه، عرف غناه، عرف قوته. هذا الإنسان حينما عرف الله والتزم بمنهجه وأحسن إلى خلقه، هذا إنسان حي حياة ثانية. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هون بقى في نقطة، إذا دعاكم، يعني ألا ترى معي بحسب قواعد اللغة استجيبوا لله وللرسول، يعني بحسب القواعد ينبغي أن تكون الآية إذا دعواكم. المدير والمعلم دعوا الطالب إلى الاجتهاد. أما حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم،
لما يحييكم في ملمح بلاغي رائع، أنك إذا استجبت إلى رسول الله فاستجابتك إلى النبي الكريم عين استجابتك لله، وإذا استجبت لله عز وجل في أمر قرآني هذه الاستجابة عين استجابتك لرسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، الله عز وجل أوحى إلى النبي والنبي بلغنا في وحي من الله إلى النبي وفي إبلاغ من النبي إلينا، فاستجيبوا لله في وحيه وللرسول في إبلاغه. الله أوحى لنبيه والنبي أبلغ أمته، فاستجيبوا لله في إبلاغه للنبي هذا القرآن العظيم، واستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم إبلاغه لكم إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو أقل كلمة يوصف بها من غفل عن الله، ومن عبد هواه، ومن جعل إلهه هواه، أقل كلمة يوصف بها بأنه ميت. ميت، تقعد مع إنسان لا مبادئ ولا قيم ولا إيمان ولا ورع ولا غيرة ولا هدف ولا خدمة ولا نصيحة، همه بطنه وفرجه فقط، همه الأول أن يأكل وأن يستمتع بالدنيا، وهمه الثاني فرجه، هذا مسخ قرداً وخنزيراً. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بي موجوداً وآمنتم بي واحداً وآمنتم بي كاملاً، يا من آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى، يا من آمنتم برحمتي بحكمتي بقدرتي بحلمي، يا من آمنتم بي، استجيبوا لله في قرآنه الذي أوحاه إلى النبي، واستجيبوا للنبي في سنته التي هي بيان للقرآن. لماذا؟ لما يحييكم؟ والله الذي لا إله إلا هو ما لم تقل بعد أن اصطلحت مع الله أنا إنسان آخر، إنسان أشعر بالحياة، أشعر أنني إنسان، ففي الإيمان خلل. والله واحد من الإخوة الكرام توفاه الله ذهب إلى الحج، ولما عاد زرته مهنئاً، أقسم لي بالله ولم يحنس، قال لي: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. كلام في تحفظ، ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. والله الذي لا إله إلا هو إن لم تقل بأي ظرف بأي سن بأي وضع، أعزب، متزوج، غني، فقير، صحيح، مريض، ساكن بالمدينة، بالريف، لك أب، ما لك أب، بأي وضع، إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي الإيمان خلل. أنت مع من؟ أنت مع خالق السماوات والأرض؟ مع القوي؟ مع الغني؟ مع القدير؟ مع العليم؟ مع الحكيم؟ مع الرؤوف؟ مع الرحيم؟ أنت مع من؟ يا أيها الإخوة، الإيمان مرتبة كبيرة جداً. أضرب هذا المثل، اسم إلى جانبه دال، صاحب هذا الاسم يحمل ابتدائية قطعاً قطعاً، إعدادية قطعاً قطعاً، ثانوية، ليسانس
دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، كم شهادة؟ كلمة دال فقط تعبر عن كل هذه الشهادات. للتقريب، مؤمن يعني صادق، مؤمن أمين، مؤمن عفيف، مؤمن لا يكذب، مؤمن لا يحتال، مؤمن لا يراوغ، مؤمن لا يزني، مؤمن. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة علمية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، له أذواق عالية جداً. يعني كلمة مؤمن أعلى مرتبة. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول في سنته إذا دعاكم، ما قال إذا دعواكم، دعاكم. الاستجابة إلى النبي عين الاستجابة لله، والاستجابة لله عين الاستجابة للنبي. هذا يفهم من المثنى الذي جاء الضمير عليه مفردا. دليل آخر، والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد. أيها الإخوة، إذا دعاكم لما يحييكم، للحياة، حياة القلب. المؤمن حي، الكافر ميت، أموات غير أحياء. المؤمن حي، المنافق ميت. من عرف الله عرف كل شيء، ومن غفل عن الله فاته كل شيء. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني أقرب شيء إليك قلبك. أنت ساكت مرتاح، يقول لك قلبك غدا تسافر، تقول له لا أسافر غدا. حديث داخلي، يعني الحديث الداخلي، أنت ساكت ولا كلمة ولا حرف، ما قولك أن الله بينك وبين قلبك؟ يعني الله عز وجل هو القريب منك، يحول بينك وبين قلبك. يعني أقرب شيء إلى آلة صوتية، أقرب شيء لها الكهرباء. لولا الكهرباء لا تنطق هذه الآلة. فتصور شيئاً أقرب إلى الآلة من القوة المحركة لها، ما في أقرب من هيك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، إليه المصير. يا أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما أمر أن نتبع رسوله عصمه، ما أمرنا أن نأخذ عنه. الآية الدقيقة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، ما الذي يقع؟ وأمرنا بأمر في وقت لم يكن فيه معصوماً، معنى ذلك أمرنا بمعصية أو أمرنا بخطأ. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، طمأننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
يعني مع التفصيل 9 أعشار كلام الناس ينطق الإنسان عن الهوى، أحياناً يمدح أولاده مدحاً غير واقعي، يتملق أولاده، أحياناً يمدح بضاعته، وقد تكون بضاعة ليست جيدة، صدق ولا أبالغ، قد يكون 9 أعشار كلام الناس ينطلق هذا الكلام من الهوى. الله عز وجل قال لنا: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى. لذلك قالوا: القرآن الكريم وحي متلو، والسنة المطهرة وحي غير متلو. المعنى من الله، والصياغة من رسول الله، السنة. أما القرآن المعنى من الله، والصياغة من الله عز وجل. وحي متلو ووحي غير متلو، فإذا قلنا الوحيان نقصد الكتاب والسنة. ملمح آخر: وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، بحسب السياق اللغوي ولا تولوا عنهما، أليس كذلك؟ الآية: وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، معنى طاعة رسول الله طاعة الله، طاعة الله طاعة رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. من هذا القبيل بعض الملامح. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، يعني بحسب السياق اقتتلتا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا، الآية اقتتلوا جمع، هي طائفتان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمع، ليش؟ هذه الطائفة فيها 10,000 وهي فيها 10,000 واقتتلوا، معنى مجموع 20,000، ما عدوا 2، 10,000 تنتمي لطائفة و10,000 ثانية تنتمي لطائفة، أما الاقتتال بين 20,000، فجاءت الصياغة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هلأ فأصلحوا بينهم، لا ما بصير صلح بيكون بين 20,000، أول طائفة إلى مندوب ناطق باسمها، والطائفة الثانية مندوب ناطق باسمها. دقة القرآن عجيبة: وإن طائفتان من المؤمنين، لم يقل اقتتلتا، قال اقتتلوا، لأنه 10,000 10,000 في 20,000 متقاتل بالمعركة. هلأ في صلح، في محادثات صلح، في مندوب الأول طائفة، مندوب للثاني، فأصلحوا بينهما، شيء بالشيء يذكر. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم إلى آخر الأقرباء. لماذا بدأ الله بالأب؟ في هذه الآية بدأ بالأب. في آية ثانية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بدأ بالمرأة. في آية ثالثة: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بدأ بالابن، بعدين وصاحبته وأخيه. في آية رابعة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يا رب، مرة بدأت بالأخ، مرة بالابن، مرة بالزوجة، مرة بالأب. والله يمكن أن تؤلف رسالة دكتوراه في ترتيب الكلمات في القرآن الكريم،
في موطن الاعتزاز الاجتماعي بدأ بالأب. قل إن كان آباؤكم، فالإنسان يعتز بأبيه. وفي موطن الشهوة زين للناس حب الشهوات من النساء بدأ بالمرأة. وفي موطن الفدية أغلى شيء الابن، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بموطن الاستعانة الأب كبير والابن صغير بأخيه، بموطن الأخ موطن الابن، موطن الزوجة موطن الأب. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جداً في الدرس. إنسان بحاجة إلى عمل جراحي، أتاه الله عقلاً راجحاً، يسأل عن طبيب متفوق يحمل أعلى شهادة، يخاف الله، لا يبتز أموال المرضى، ماهر في العمل الجراحي. خلال شهر سأل وسأل وسأل ومحص وبحث وحقق إلى أن استقر على طبيب يجمع بين العلم والفضل والعلم والتقوى. فدخل إلى العيادة فقال له هذا الطبيب: لا تحتاج عملاً جراحياً. هل يستطيع المريض أن يناقشه؟ الجواب لا، لأن عقل هذا المريض قاده لهذا الطبيب. أما الطبيب بعد ما اهتدى إليه وبحث ودرس ومحص وحلل وسأل ووازن وقارن، هذا أفضل طبيب، صادق مؤمن متفوق. نصحه أن العملية ليست مجدية له. المعنى أن العقل حصان يأخذك إلى باب السلطان، فإذا دخلت على السلطان دخلت وحدك. الكون هداك إلى الله، أفعال الله هدتك إلى الله، خلق الله دلك عليه. فإذا وصلت إليه وقرأت كتابه لا يسمح لك أن تناقش أوامره، لقوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الكون دلك على الله. الله أمرك بالصيام، أمرك بأداء الزكاة، أمرك بالحج، أوجب عليك العمرة. فلذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها الإخوة، شيء آخر، الآية الكريمة: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أن أهل الأرض عرفوا الله واستقاموا على أمره، والله لعاشوا في بحبوحة تفوق حد الخيال. ما بعتقد في إنسان بلا بيت وطعام وشراب وحاجات، لكن حربان فقط أنفق عليهما 3000 مليار، حرب أفغانستان والعراق. هذه الأموال لو وظفت في خير البشرية. فلذلك في عنا آيتين، الآية الأولى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وحياة الناس بهذه الطريقة طيبة، حياة فيها عطاء، فيها أمن، فيها راحة نفسية، فيها تعاون، فيها نمو. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، والمجتمع الذي فيه المعرضون عن ذكر الله حياتهم ضنك، حياتهم حياة الحروب،
والاجتياحات والقتل والمداهمة والاعتقال، قنابل الفسفورية ترون بأعينكم. يعني حينما يشهد الإنسان عن الله عز وجل شق صفوف الناس، صار في مؤمن وكافر، في حروب، في قتال، في سفك دماء، في نهب ثروات، في 90% من ثروات الأرض بيد 10% من سكان الأرض، وفي 90% من سكان الأرض بيدهم 10% من أموال الأرض. فهذا الذي يجري في العالم بعد عن الله عز وجل. يا أيها الإخوة، الشيء الدقيق جدا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، إذا استجبت لله في قرآنه وللنبي في سنته، إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة الله لنا دعوة إلى الحياة، حياة القلب، حياة الإيمان، حياة المعرفة، حياة الإدراك، حياة تلبية الحاجة العليا في الإنسان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، إليه تحشرون. يا أيها الإخوة، هذه آية أساسية في حياتنا. فأنت إما أن تكون، دقق، عائشاً أو حياً، ومن أعرض عن ذكري، ما قال الله فإن له حياة ضنكة، قال معيشة ضنكة. أنت عايش فقط، القلب ينبض، رئتان تتحركان، في حركة، في إحساس، في شعور، لكن أموات غير أحياء. وما أنت بمسمع من في القبور، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مشكلة كبيرة جدا. فيا أيها الإخوة، نحن أمام مفترقين، مفترق الحياة أو الموت، السلام أو الشقاء، السعادة أو الهلاك والدمار. مستحيل أن يكون حرب بين حقين، بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، انتهى الأمر، لكن بين باطلين لا تنتهي. لذلك قالوا هناك نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وفي نصر آخر نصر تفضلي. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا نصر تفضلي. أحياناً نسأل الله نصراً تفضلياً إن كنا لا نستحق النصر الاستحقاقي، وفي نصر كوني، فئتان شردتا عن الله، يلي عنده أسلحة مداها المجدي أطول بينتصر، يلي عنده أسلحة دقة الإصابة بها متناهية ينتصر، يلي عنده أقمار صناعية بينتصر، يلي عنده 30 حليف على الحق والباطل بينتصر، في تحالفات دولية، في أقمار صناعية، في أموال طائلة، في إعلام خطير. فإذا كان الطرفان المتحاربان شاردين عن الله، الأقوى ينتصر، هذا اسمه نصر كوني. صار في نصر استحقاقي، ونصر تفضلي، ونصر كوني. وإذا جاءت شظية فقتلت مسلماً، صحت عقيدته وتوحيده وأدى عباداته، هذا منتصر، نصر مبدئي. صار في نصر استحقاقي، نصر تفضلي، نصر كوني، نصر مبدئي. لذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا، يعني يا كفار قريش، وإن تنتهوا فهو خير لكم.
كأن هذا في هذه الآية وعيد للكفار، إذا أدركتم أن هذا نبي كريم وأن الله معه، وإذا كان الله معه فمن عليه، وكففتم عن محاربته فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، إن تعودوا إلى محاربته نعود إلى نصره. أعظم إنجاز لك أن يكون الله معك، الله عز وجل مع كل خلقه، قال وهو معكم أينما كنتم. أما إذا قال إن الله مع المؤمنين، هذه معية خاصة، أي معهم بالنصر والحفظ والتأييد والدعم. وإن تعودوا إلى حربهم نعود إلى نصرهم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وكأي من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني العدو أحياناً يعتد بقوته، يعتد بأسلحته، يعتد بخبراته، يعتد بأقماره الصناعية. يعني كلمة دقيقة، دقيقة جداً، الله عز وجل يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بعد آيتين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أما أن تحل مشكلات المسلمين في الأرض بكلمتين في القرآن هذا واقع. دققوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا، الصبر مع المعصية ما بعدهما إلا القبر، أما الصبر مع الطاعة بعدهما النصر. إن أردتم النصر اصبروا واتقوا. هذا ملخص الملخص. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. لذلك أشقى الناس من وقف في خندق معاد للمؤمنين. الآية الكريمة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، الآن دقيق، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما معنى الآية؟ يعني أنت حينما تحارب مؤمناً هل تعلم من وراءه؟ أيام بتخاف من طفل صغير لكن وراءه أب كبير، بتخاف من دولة صغيرة لكن وراء دولة كبيرة، بتخاف من موظف وراء الدولة كلها. فالإنسان كلما نما عقله عرف من وراء خصمه. فأسعد إنسان من وقف في خندق مع أهل الحق، وأشقى إنسان من وقف في خندق معاد لأهل الحق. يعني الذين كانوا من سادة قريش وزعماء قريش، الأغنياء، الأقوياء، الوجهاء، العظماء والمؤمنون، كانوا ضعفاء، مضطهدين، فقراء، بالنهاية زعماء قريش أين هم؟ سيدنا الصديق، سيدنا عمر، وأبو جهل لعنه الله طبعاً، انحرف الحق. لذلك أكبر إنجاز لك أن تكون مع المؤمنين، وأكبر خطأ ترتكبه أن تكون في صف يعادي المؤمنين. لذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.